المار قاد السلعة وكلها حسب سيرة تقدمت وجنن لها السبق التكرار شوط تروح فيه لازم تثيره زلول سبقوك اللفت باسم وشعار في هذا العطف له وتقدير أميرة بشعار هجين العاصفة حي وعمار الاسم ناكر والمزايا كثير قوم الطبيس العصر ياكم أنا صار ما شفت مثل السنين الأخيرة أبت ثبوت العاصفة والهوادة وتجدد الميعاد عقب الظهيرة مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات تتواصل التحديات على أرضية هذا الميدان ينطلق شوطنا الثامن وختام أشواط أصحاب السمو والشيوخ ننطلق مع المركز الأول لفئة الجعدان المهجنات الأصايل مسافتنا هي 4 كيلومترات تبدأ مع شعار بندليوي يأتي مع مشكور راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي يتقدم مع تقدم مشكور المركز الثاني ممدوح يأتي ممدوح للسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم وعبيد بن محمد بضبيعة بالمتابعة والتضمير المركز الثالث يأتي الكايد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي بالمتابعة والتضمير المركز الرابع هناك الوصول مع انطلاقة وتحديات معزم للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يأتي على المركز الخامس المركز السادس يأتي شاهين راشد بن سعيد بن مطر بضبيعة يأتي على المركز السادس المركز السابع يأتي الفارس محمد بن عتيج بن علي بن خفية يأتي بهذه اللحظات ويتقدم بهذا الانطلاق الممتاز وأيضا الوصول مع السيف شوين بن سعيد بن شوين الاكتبي وبالهناوي يتابع هذا الانطلاق مع السيف وتحدياته الممتازة وأيضا الوصول مع مربوش لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم عبيد بن محمد بضبيعة وأيضا الوصول مع الباهر القادم اللي مطر بن عبيد بن محمد بضبيعة قادم بكل قوة والأسماء قادمة والتحديات قادمة في هذا الشوط ننتظرها عند لائحة 1200 هناك الأسماء تأتي والشعارات هناك تأتي بالمنافسة والتحدي باحثة عن ناموس الشوط وباحثة عن نقطة هذا الشوط عودة إلى مشكور عودة إلى مشكور هنا مع المركز الأول راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي يأتي مع المركز الأول يأتي مع مشكور يأتي مع مشكور وتحدياته الممتازة ركز من دليوي ركز مع المركز الأول المركز الثاني هناك شاهين راشد بن سعيد بن مطر بضبيعة يأتي على المركز الثاني المركز الثالث ممدوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم عبيد بن محمد بضبيعة الكتبي بالمتابعة والتضمير على المركز الثاني المركز الثالث شوفوا القادم شوفوا القادم الباهر مطر بن عبيد بن محمد بضبيعة الكتبي والسيف أيضا قادم شوين بن سعيد بن شوين الكتبي قادم على المركز الخامس ولكن عودة إلى الصدارة عودة لك يا بن دليوي عوده يا راشد يا بن سعيد يا بن دليوي الاكتبي مع البدايه الاولى مع مقدمه هذا التحدي مع مشكور والجمهور تتابع مشكور مع المركز الاول لكن المركز الثاني شاهين راشد بن سعيد بن مطر بالضبيعه قادم على المركز الثاني بشعار هنا علي بن راشد بن غدي علي بن راشد
بضبي عليك تبي غادم على المركز الثاني غير وغير ولايحة الكيلو الأخير كيلو التحديات كيلو المنافسة كيلو هنا التحديات والإثارة ولكن راح مع البداية انطلق شاهين راشد بن سعيد بن مطر بالضبيع الكتبي مع البداية ولكن تحرك مشكور راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي على المركز الثاني بدأ يتحرك بهذه اللحظات وايضا الباهر مطر بن عبيد بن محمد بالضبيع الكتبي غادب على المركز الثاني اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة ولكن بالضبيع راح مع البداية راح مع المركز الأول انطلق هنا يقدم راشد بن سعيد بن مطر بالضبيع الكتبي سلام يا نجوى سلام يا نجوى سلام ومشكور يا علي يا بن راشد يا بن الضبيعة من قدمه مع المركز الأول راح بالفوز كعوايد شاهين عودنا بالإنجازات عودنا بالسجلات صاحب الإنجازات على أرضية هذا الميدان يكرر الإنجاز يضيف الإنجاز إلى الإنجاز السابق راشد بن سعيد بن مطر بالضبيعة الكتبي سلام يا نجوى سلام على الفوز والانتصار تهانينا والناموس المركز الثاني يأتي على المركز الثاني لمحمد بن مطر محمد بن عبيد بضبيع المركز الثالث مشكور راشد بن سعيد بن سهل بن دلوي المركز الثالث شوين بن سعيد شوين الكتبي المركز الخامس يأتي متميل أحمد بن راشد بن القراع النعيمي التوقيت 6:16 هو توقيت وتوقيت أيضا يتسجل مع انطلاقة شاهين راشد بن سعيد بن مطر بضبيع الكتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار